هذا وأشاد رؤساء المآتم بالاهتمام والرعاية من لدن جلالة ملك البلاد المعظم ومتابعة الحكومة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من أجل توفير كافة التسهيلات لنجاح موسم عاشوراء، مشيدين باللقاء المثمر مع معالي وزير الداخلية. أشكر جلالة الملك والحكومة الرشيدة ووزير الداخلية على هذه التهيئة، تهيئة محرم، وجميع رجال الدولة والوزارات تشتغل لهذا العشرة الأيام. هذا مشكورها ما موجود إلا في البحرين، أي بلد في العالم مو موجود إلا في البحرين، وهذا نعمة احنا نشكرها، نشكر الله عليها يعني. وهذا الشكر موصول لجلالة الملك ولرجال الدولة ورجال الأمن ووزير الداخلية على رأس القائمة. شكرا. نشكر جلالة الملك المعظم والحكومة الرشيدة برئاسة سمو ولي العهد ووزارة الداخلية على ما يقدم من تسهيلات لنجاح الموسم العاشورائي، ونشكر معالي وزير الداخلية للقائه معنا، وإنما يدل على اهتمامه وهو تجسيد للشراكة المجتمعية. وإحنا نطلع في هذا الموسم موسم يسود التعاون والأمن يدا بيد مع الأجهزة الأمنية وجمهور المآتم. هذا اللقاء بمعالي وزير الداخلية وما سبقته من لقاءات والتي كانت بأمره وبإشرافه إن دلت على شيء فإنما تدل على حرصه الشديد على سلامة وأمن هذه الشعيرة المقدسة لدينا ولدى الجميع ولدى جميع المسلمين. ونحن بذلك نتقدم بالشكر الجزيل والامتنان لهذا الاهتمام والرعاية المباركة. أعتقد بالنسبة للرواديد والخطبات لدينا ما يكفي من الخبرات والرواديد والخطباء، من كثرتهم الآن يتجهون حتى إلى الخارج يشاركون في دول أخرى. فأحنا ما أعتقد في الوقت الحالي أو في أي وقت، الحمد لله عندنا كفاءات وطنية ونحترم هذه الكفاءات ودائما ندعم المواطن في كل المجالات. مفتوح لنا المجال في القراءة والمناسبات الدينية، مو بس في شهر محرم، في شهر رمضان ومناسبات ومواقيت صفر محرم على طول السنة، والحمد لله الكل متعاون يانا وخاصة وزارة الداخلية. كلمة كانت طيبة وتدل على التناحم والترابط بين أفراد المجتمع، وحقيقة أراء في موضوع كلنا نحارب المخدرات وهالأمور هذه اللي تضر المجتمع، وأبناء البحرين فيهم الكفاءات والمقدرات والتكامل اللي يستطيعوا أن يقومون بكل المناسبات والواجب في هذا الشيء. وهذا اللقاء الكبير جدا يدل على التلاحم والترابط بين المجتمع كله، أفراد المجتمع كله، وهذه المناسبة سعيدين جدا أن وزارة الداخلية تسندنا. تشرفنا بمعالي وزير الداخلية وهذا لقاء طيب ومثمر، وكالسنوات السابقة يعني، وعادة اللقاءات مع القيادات في مملكة البحرين تكون جدا لطيفة ومثمرة، ونستفيد من ذلك مع وجود المجتمع كله يعني نخبات مملكة البحرين، وهذه في تبادل بالخبرات بين المجتمع، وكذلك وجود الشراكة المجتمعية سواء كانت في اللقاءات أو في المواتم أو في مملكة البحرين كافة يعني. ونحمد الله ونشكره أن احنا نعيش في قيادة يعني لها باع طويل، ونتمنى لهم التوفيق للجميع إن شاء الله، لقيادتنا ومملكة البحرين بالتوفيق والنجاح والسداد إن شاء الله. موضوع الكلمة التي ألقاها سعادة وزير الداخلية والتي تمحورت في أكثر من موضوع، ولكن كان أهمها هو موضوع المخدرات وكيفية معالجتها، وطلب من الجميع أن يتعاون ويتشارك في حل مثل هذه المشاكل التي تعتبر من المشاكل المدمرة لشبابنا لمجتمعنا.